ده ب 35 جنيه ولا 190 ب 125 يا جماعه 35 جنيه 110 يا جماعه البيجامه 125 اي قطعه من شعيرات ب 35 بنطلون كله على 110 والله النهارده اما يضحي 35 جنيه 125 هنا على 110 على 35 جنيه 25 جنيه تصفيات 30 جنيه كل ده ب 100 جنيه على 35 ده على 100 جنيه 95 جنيه كل ده ب 110 كل ده ب 95 جنيه على 110 95 النهارده ب 90 جنيه 95 جنيه 90 جنيه النهارده 75 جنيه حلو قوي وبتة ب 175 70 جنيه الحاجه 25 جنيه ده 80 جنيه ده ب 125 جنيه ده ليكرا برضو ياخد ب 75 ده حلو قوي محدوده كل ده ب 110 يجيب معاك 110 شتوي يا جماعه ده ب 125 جنيه اهي يا جماعه 20 جنيه حلو قوي ده 100 جنيه جيب 100 جنيه حلوه ب 100 جنيه حلو قوي على 110 كل ده ب 100 جنيه كل ده ب 175 كل ده معانا ب 110 ب 65 على 175 كل ده ب 125 جنيه 75 صيف وشتوي واولادي وبناتي تشكيله شتوي كامله زي ما انتم شايفين العرايس هتيجي تاخد صيفي وشتوي وبيجامات بيتي وخروج كل حاجه هتاخديها من هنا العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور في نهايه الفيديو هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو لينك التليجرام في اول تعليق ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد زكي رامي ايه الاخبار تصفيات البركه ان شاء الله عروض النهارده حلوه ان شاء الله النهارده في منتسهين بامر الله الدور الارضي مكتب البركه باذن ربنا هنبدا بايه معانا هنبدا ان شاء الله ب 35 الكاشات يعني كاش زي كده على 35 اشكال كتير بصوا ده ب 35 جنيه حلو قوي ادوار على بعض كده على 35 في منه طبعا الالوانات بتاعته في كحلي شايفاه ورا تمام حلو قوي على 35 جنيه ان شاء الله تمام الشحن عندنا من قد ايه الاول من اول 3 قطع ان شاء الله من 3 قطع تمام بس يا ريت اللي يعجبها حاجه تاخد عليها سكرين كده دوت ان شاء الله وتبعت انتوا عارفين ان دوت اواخر الصيف فالحمد لله بنلحق تصفيات ايوه ان شاء الله تمام كل ده ب 35 جنيه 35 ان شاء الله حلو ده ودوت برده 35 برده 35 وطبعا فيها بردك اشكال حلو ده برده على 35 ده اللي زي السنجل ليكرا كده وده شعيرات ب 35 تمام قطن على 35 جنيه حلو ده كل الاشكال دي بصوا كل ده ب 35 ده مرمي قصير كده بصوا الاشكال دي بيبقى عليها كتابه على 35 جنيه كل دوت 35 تمام بصوا كده ده 35 دوت بيتلبس على الرقبه تمام ده بردك قطن حاجه بردك كل ده ب 35 جنيه 35. تسلم ايدك تمام ده عرض 35 ب 65 دي تشكيل الكاشات تانيه ده عامل ب 65 جنيه ده حلو ده ده شعيرات برضه على 65 قطن شعيرات ب 65 هو لون واحد معانا يا رامي ده بينزل بني بس بني بس بصوا ده في منه اشكال كتيره كذا على 35 65 65 سوري 65 ده برضه ب 65 تمام كل ده ب 65 جنيه حلو جدا وده برضه ب 65 ان شاء الله بامر الله ركزوا معانا في العروض كل ده ب 65 جنيه واللي جاي ده برضه ده ستان ب 65 جنيه تسلم ايدك تمام عرض 65 تمام عندنا عرض برضه على النص كم وهنعمله بكام؟ ده عامل 95 95 جنيه ده اللي هو الليكرا تمام ليكرا نص كم يا جماعه وطويل شويه عن التاني كمان ب 95 ده 95 ان شاء الله ب 95 المقاس اكبر واطول ب 95 جنيه مرتاحه شويه تمام كل ده ب 95 جنيه ده اللي هو الليكرا يا جماعه سنجل ليكرا 95 غير اللي في على الصور ديت تمام اشكال ثانيه كل ده ب 95 الحاجات ديت محدوده عشان بردك اللي عايز تصفيات خدوا سكرين ب 95 جنيه ده كده اهوت 95 تسلم ايدك كل ده على 95 جنيه باشكاله اشكاله كتير قوي على 95 جنيه الاشكالات بتاعته في منها الاشكال بتاعته كلها تسلم ايديك تمام معانا عرض برده ال 75 ده بردك كده اهوت عرض كاشات ده كاشات برده احنا كل دوت كده اهوت في مرحله الكاشات ده كله ب 75 جنيه احنا كده في الكاشات يا جماعه على 75 الحاجات دي كسر اسعار يا رامي برضه مكسور سعرها ب 130 وب 135 فاحنا عاملين ايه عليه عرض النهارده بص اللي جاي ده متابعين برضه تيجي ان شاء الله ويشكلوا كل ده ب 75 جنيه ركزوا يا جماعه في العروض خدوا سكرين وهيشحنوا لكم على 75 بصوا اللي جاي استنى لنا ب 75 جنيه حلو قوي ده تمام على 75 ده موديل تاني ولا لون تاني؟ لا ده التقليمه متغيره والشكل متغير ب 75 جنيه بس شكله حلو قوي على فكره بس يلبس 80 مقاساته حلوه مقاساته عرايس يجيب 80 بص اللي جاي ده برده ب 75 كل ده كده تمام 75 اهدى لنا في العرض سنه بص كده ده على 75 جنيه الحقوا ياخدوا سكرين بس تمام تسلم ايدك على 75 لسه مكملين في العرض ده اشكال وموديلات كتير كله ب 75 جنيه تمام رسومات
بص النصين ده برضو. بص كده كل ده ب75 جنيه. تسلم ايدك. انا بقول لكم السعر اللي حابب ياخد سكريم بالصوره بالسعر. عندنا شحن من اول 3 قطع واللي يجي المكان ياخد بالقطعه. الارقام على الشاشه. كل ده النهارده معانا على 75 جنيه. تمام. طويل ونص وقصير قط وحماله كله ب75. حلو قوي ده. تمام. بصوا كده معانا كل ده ب75 جنيه. شكله حلو قوي على 75 جنيه. تمام. كل الموديلات دي موجود منها الوان برضو. كل حاجه بس ده اسبورت كده من ورا. مكسر الوان برضو. على 75 جنيه. ده برضك تلبسه. تسلم ايديك. يلبس عرايس يا جماعه اللي هو 80 برضو. معظم يلبس 80 على فكره. بصوا ده برضو كل ده ب75 جنيه. حاجه بتجيبين كده اسود قمر. العنوان احنا موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش مول تسهيل الدور الارضي مكتب البركه يا جماعه. في دوت كدوت عامل 85. ده اغلى اغلى 10. تمام. ده اللي هو بيتلبس على الرقبه. تمام. ده بيتلف رقبه كده ومن ورا. قلت لي بكام؟ 85. 85. لا ويلبس مقاس كبير يجيب 85 90 كمان يعني المقاس عشان هو ليكرا اصلا. بصوا اللي جاي برضو. ده برضو رقبه. 85 برضو. 85. ده في اشكال منه كل ده ب85. حلو قوي على 85 جنيه. 85. تمام. في اللي هو دوت برضك 85. في المقلم ده برضو. خدوا سكرين ده اللي هو بكابيشوه ده شكله حلو قوي على 85 ويبان معاكم في اللبس اوضح ب85 جنيه. تسلم ايديك. تمام. اشكال الكاشات ما شاء الله عليها. كل دوت كدوت الكاشات دي كدوت 85 الاولانيين 75. تمام. ركزوا في الاسعار عشان انتوا تبقوا احنا بدانا من 35 اصلا. اللي عايزه حاجه تاخد دي احنا قلنا ب 85. ده كده 85. تمام. دوت اللي هو الكب على 85. بصوا كده الله ده قب اللي هو من غير حماله خالص ب 85 جنيه برضو ويلبس معانا 85 يجيب 80. تمام. تسلم ايدك. ده كاش برضو. تمام. بصوا ده برضو هاف شولدر يا جماعه على 85 جنيه برضو بالوانه. تمام. تسلم ايديك بالوانه. اي موديل بتشوفوه قطع. يعني اخر رزق اللي يلحق. الله حلو ده. ده برضو كده ب 85 جنيه. حلو جدا ده 85. التشكيل حلو النهارده من الكاشات بادئين من 35 صح؟ بادئين من اول 35 و75 و85 زي ما انتم شايفين ده برضو ب 85. تسلم ايدك. تمام. بعد كده هو بقى على الحاجات اللي هي الطويله. الطويله برضك اللي هي الحاجات اللي هي الطويله الكاشات الطويله. ركزوا معانا في العروض. واللي بيتابعني فيسبوك وتيك توك الفيديو بينزل لكم كامل على قناه يوميات مكه على اليوتيوب. واللي بيتابعني على اليوتيوب حبايبي بتوع زمان دول لايك وشير بالله عليكم. بصوا ده الطويل بقى يا جماعه. ده اللي هي الطويله. كام النهارده الطويل؟ ده عامل 110. ده النهارده معانا على 110. دي كاشات طويله حلوه قوي يا جماعه على 110. في منه برضك كذا شكل بكذا رسمه. تمام. كذا شكل بكذا رسمه وده القط على 110. وبرده يلبس 80 يا رامي صح؟ يجيب 80. بصوا ده برده كده على 110. كل دوت 110. كل ده ب 110. تمام. ليكرا برده. يبقى مطلنا واحد تورينا يلبس قد ايه كده معلش من تحت كده. بصوا كده هيجيب 85 يا جماعه لانه بياخد بصمه جلد. تمام. حلو برده. انا قلت هيبقى صغير عشان شكله رفيع. بصوا اللي جاي برده ده كده هو كله 110. بصوا كده ده قط برده على 110 وده ليكرا برده وياخد بصمه جسم على 110. حلو ده. تمام. في الوان برده وقصات منه. في كذا رسمه. تمام. الشكل, الشكل ده حلو قوي. كل ده معانا على 110 شغل سنجل ليكرا يا جماعه على 110. حلو جدا يلبس 90 معاكم كمان على 110. اشكال ورسومات من بصوا الطويل ده برده. ده برده ب 110. حلو موحد لنا انت شويه اسعار على موديلات حلوه على 110. تمام. بحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكي ايه اشكال منه عشان بردك العروض لما تيجي ان شاء الله هتلاقي بردك حاجات كل ده ب 110. ركزوا معانا في العروض. بصوا اللي جاي برده حلو ده. كل ده ب 110. كل دوت كدوت 110. تسلم ايدك. تمام على 110. ركزوا معانا واللي مكمل للاخر بالله عليكم ما تبخلوش عليا بلايك حلو من ايديكم كده. بصوا حلو قوي عامل زي السبورت من ورا وشكله تحفه على 110 يجيب معاكم 85 90 كمان على 110 عشان بياخد بصمه الجسم. اشكال منه كتير زي ما انتم شايفين. رسومات وقصات يعني ده حاجه ثانيه خالص.
ده عليه كده كلفه هندي، وكل ده معانا على 110. كل ده كده 110. تمام ب 110. تسلم ايدك. تمام. نخش على بقيه الكاشات بردك اللي هي الحاجات اللي هي الطويله بردك. نكمل كاشات نص كم. تمام. 125. بصوا كده ده النهارده معانا، استنى لنا يا رامي ياخدوا سكرين. ده النهارده ب 125 جنيه. تسلم ايدك. تمام. اسود بس ولا في الوان؟ لا، في منه اللون الاسود دوت، وفي منه ممكن لون تاني، بس تمام. عايزه تعجز عشان هم اواخر برضه. اواخر وده الاحمر بتاعه. كل ده ب 125. اعتبروها بقى عبايه بيتي. كاش نص كم، لانه بياخد بصمه الجسم يعني. كانت ب 185 بس نزل عليها النهارده على 100. بصوا 125 جنيه. حلو قوي الحته دي على فكره. 125. كله على 125. بصوا اللي جاي برده. الله حلو. دي برده على 125 او تلبس برده 80 على 125. اللي هو الكلاسيك الطويل. تمام. دي الكاشات الطويله. اللي جاي برده طويل. كل دوت طويل. انا بفتحها. حلو قوي الحته دي. استنى لي بس كده بحسبها سلوبيته. دي النهارده ب 125 جنيه. استنى لي قرب ياخدوا سكرين عليها. كل ده معانا النهارده على 125 جنيه. تصفيات رزق اللي يلحق. كل الطويل ده على 125. كلها حاجات لوكس كانت اغلى من كده، والنهارده عامل عليها عرض على 125. عروض بردك بامر الله. تسلم ايدك. تمام. وريني اللي جاي. ده لون تاني منها؟ لا، ده موديل تاني خالص. كل ده ب 125 جنيه. ركزوا، بنشحن من اول ثلاث قطع، واللي يجي المكان ياخد بالقطع عادي خالص بنفس سعر الفيديو. حلو اللون اللي جاي ده من قبل ما يتفتح. اللون بتاعه حلو. بصوا كده حلو قوي على 125 برضه. حلو. تجيب معانا 80 85 في التلبيس، لانه الاكرا بياخد بصم الجسم، والفوشيا برضه تحفه. البركه مدلعكم النهارده في الكاشات. لازم نعمل والله بجد يعني. فيديو النهارده يعتبر كله كاشات وكلها لوكسيات بسعر الشعبي. كل ده ب 125 جنيه. حلوه دي. تمام على 125. نخش بقى على البيجامات برضه ان شاء الله. ندخل على البيجامات. تمام. نيجي بقى لعرض البيجامات. النهارده عاملين البيجامات اللي هي البرمودا. البرمودا كذا رسمه بكذا شكل. تمام. افرد لي التيشيرت جنبها. هنبيع البيجامه بكام؟ ب 100. ب 100 جنيه. ب 100. البيجامه ب 100. ده شغل لوكس مش شعبي. البرمودا يا جماعه ب 100. ديت عامله 100. طب والله حلو. احنا النهارده بنضحي من مكتب البركه بامر الله بفضل الله. بصوا كده كل ده ب 100 جنيه. حلو قوي. اللي معاش فلوس تيجي تاخد. تجهز يا جماعه ب 100 جنيه البرمودا. يا بلاش ماركات الحاجات دي كانت اغلى من كده. النهارده عاملين لنا عروض وتصفيات. ركزوا معانا. دي برضو شعيرات مقاسات حلوه ب 100 جنيه. المقاسات بتاعتها مرتاحه وكل. تمام. كل ده ب 100 جنيه. موجوده. اللي هيتباع حاجه تاخد ده سكرين يا جماعه. ده سكرين. تمام. عشان دول اواخر، عشان ما حدش يجي يقول لا ده ما كان معروض في الفيديو. لا هي موجوده وهي بص كده. كل ده ب 100 جنيه. كل دوت كده. تمام. وانا ان شاء الله مش اخر الفيديو هنزله لكم على طول عشان تلحقوا العروض دي باذن الله. كل البرمودات دي كده اهوت متاحه ان شاء الله بامر الله. اللي يعجبها حاجه. بص كده كل ده ب 100 جنيه. حلو قوي على فكره الحته دي. اللي هي الجورنان دي ب 100 جنيه. حلوه. كل دوت كده اهوت العروض بتاعت البرمودا. دي عروض برضو البرمودا. اشكال منها كتير. في حاجات مشكله الوان وفي حاجات بتبقى كل ده ب 100 جنيه. كل دوت كده اهوت 100. تمام. اللي يجي يقول عايز عرض البرمودا ب 100 يطلع لك الاشكال تتفرجي على اللي انت عايزاه. كل ده ب 100 جنيه زي ما انتم شايفين. تمام. البرمودا كلها النهارده موحد سعرها. كل ده على 100 جنيه. تمام. اقطان وشعيرات وسنجل لكره كله ب 100. فرزق اللي يلحق. بصوا دي حلوه قوي الخامات بتاعت دي برضو. كل ده النهارده ب 100 جنيه. تسلم ايدك. تمام. كله على 100. حلو العرض بتاع ابو 100 ده. يعني العروسه تيجي تدلعي نفسك بقى للعروسه. كاشات قصيره على كاشات طويله على برمودا، ولسه هنكمل العرض. بصوا دي برضو معانا ب 100 جنيه. حلوه دي. حلو. تمشي انستي ومحيرات ب 100 جنيه. بيجامه البرمودا عامله 100. تمام. بيجامات البرمودا عامله 100. تابعوا معانا ولايك وشير بالله عليكم. بصوا كده البيجامه البرمودا ب 100 جنيه. اي برمودا من اللي اتعرضت النهارده عامله 100 جنيه. اللي كان ب 150 وب 160 كله ب 100. بالظبط. النهارده كله ب 100. اللي متابعني هنا صورت قبل كده من فتره كانت الاسعار اغلى من كده. دلوقتي احنا بنعمل تصفيات على 100 جنيه البرمودا. لا ودي مقاس كبير. بصوا كل ده ب 100. تمام. تسلم ايدك على 100 جنيه. اسعارنا من 35 جنيه النهارده. كده احنا خلصنا البيجامات البرمودا. هنخش على البنطلون بقى. هنكمل معانا البنطلون. بتاعتها عامله 110. 110. تسلم ايدك. عندنا بقى عرض على البيجامات البنطلون. هنبيعها بكام البنطلون؟ البنطلون عامله 110. 110. طب والله حلوه. طب استنى لي اخد عليها سكرين 110 يلحقوا ياخدوا. طب ماشي اهدى لنا بس في العرض. بصوا الجمال. كل دوت كده دي 110 يا جماعه البيجامه. حلو قوي على 110.
تسلم ايدك. كله ب 110. بصوا اللي جاي حلوه دي برضو ب 110. البنطلون كله على 110 النهارده. حلوه والله وشكلها تحفه. تسلم ايدك على 110. انا عايزه اقول لهم يمكن في تشكيل اكتر من اللي احنا بنعرضه بس عشان وقت الفيديو. بصوا كل ده ب 110 تمام. هتاخد كم ونص برموده وقط وحماله، كاشات قصيره وكاشات طويله. الاسعار هنا حلوه. بصوا الجمال كل ده معانا ب 110 النهارده. تسلم ايدك على 110. ركزوا معانا بس ولايك وشير الفيديو بالله عليكم. دي برضو باشكالها على 110. الارقام على الشاشه والشحن موجود. كل ده ب 110 النهارده. تسلم ايدك. اي بنطلون ب 110 مشكل لكم ومطلع لكم اشكال منها حلوه. بصوا كده كل ده ب 110. تسلم ايدك ب 110. حلو قوي الحته دي على فكره. على 110 بفضل الله. يعني اللي هتيجي مش هتاخد حته ولا اتنين ولا ثلاثه. بفضل الله هتيجي هتنقي منها. هتشكل هتشكل تمام. بصوا دي تطريز برضو كده على 110. حلوه تمام. بنطلون وهتلاقي كاشات وهتلاقي جلاليب نص كله. البيت بتاع العروسه كله هتلاقيه هنا. بصوا اللي جاي دوت 110. احنا كل دوت في كل البيجامات البنطلون ب 110 تمام. ركزوا ان البرموده هي اللي ب 100 والبنطلون ب 110 عشان بس ما يختلطش عليكم الامر. بصوا اللي جاي دي حلوه قوي. دي برضو الحاجات دي مريحه جدا جدا في البيت يا جماعه. اللي هي البيجامات دي خامتها حلوه، شعيرات طريه، ودي قط والنهارده ب 110 بس دي بتبقى مقاس واحد. كلها مقاس واحد تمام. بتاخد بصمة الجسم وبتلبس. كله ب 110. تسلم ايدك. ورينا. بصوا الله دي حلوه قوي. دي برضو معانا على 110. سبليميشن ب 110 تمام. وماركات مش شعبي يا جماعه. انا شايفه التيكت بتاع المصنع مش شعبي. كل البيجامات ديت كده كله ب 110. اشكال كتيره جدا 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 ان شاء تمام. الله تمام. وما تيجوا اسالوه على بقيه الاشكال معينه. بس في هي اشكال منها تاني كتير، وفي حاجات في منها الوان، وفي حاجات منها اشكال تانيه. تمام. كله ب 110. كل دوت كده البيجامات ديت عامله 110. حلو قوي العرض النهارده ما شاء الله عليه. تسلم ايدك. كله ب 110 تمام. بص اللي جاي دي برده. حلوه دي برضه. كل ده معانا على 110. كلها بنطلون سواء بقى قط نص كم كله بنطلون ب 110. كل اللي على الفيديو الحاجات ديت كلها 110 والبرموده عامله 100 تمام. تسلم ايدك. عامله 100 والبنطلون عامله 110 تمام. واللي عاجبها حاجه تاخد منها سكرين بامر الله وتيجي على المحل بامر الله مطلعها بامر ربنا تمام. نيجي بقى البيجامات. ديت اللي هي البيجامات اللي هي البرموده الفايبر. دي برموده فايبر. دي اللي هي البيجامات البرموده الفايبر. كام النهارده؟ عامله 90. دي ب 90 جنيه. تلبس ايه 80؟ تلبس اكتر من 80. والله طيب. لانها فايبر. اه 85 بتاخد ليكرا. حلو قوي تمام. قلت لي بكام؟ دي عامله 90. 90 جنيه. برضك اشكال برضك رسومات. حلوه دي. في منها كذا رسمه بكذا شكل. بصوا كده كل ده النهارده ب 90 جنيه. تيجي تشكلي بقى 3 قط برموده على 3 ولا 6 من اللي هم البرموده النص على 6 من دول، هتشكل العروسه تشكيل حلو ورخيص. كل ده النهارده ب 90 جنيه طقم كامل. تسلم ايدك. البيجامه ب 90. حلو جدا ده. البرموده القط ب 90. البركه عامل لكم عرض جبار بصراحه على الشغل البيتش النهارده. كله حلو قوي يا جماعه. الله ب 90 جنيه النهارده يا جماعه. بجامه كامله تمام على 90 جنيه. بجامه برضو كذا رسمه بكذا شكل بموديلات كتيره. يعني مش ملزومه تاخدي شكل واحد بالوان ولا، دي اشكال ونقشات. وكل ده النهارده بجامه كامله ب 90 جنيه. حلوه دي تمام ب 90 جنيه يا جماعه. عامله 90 تمام. كذا رسمه بكذا شكل باشكال كتيره جدا بفضل الله ان شاء الله بامر الله. اللي يعجبه حاجه ياخدها سكرين يبعتوا لهم على الواتس بيبعتوها لكم الشحن من 3 قطع، واللي يجي المكان ياخد بالقطع. ركزوا معانا في العروض. حلوه اللي جايه دي برده قوي. شكلها حلو. برموده بردك كتيره ان شاء الله. تمام. خدوها سكرين. كل ده ب 90 جنيه. برموده ب 90 تمام. تسلم ايدك. اخر شكل فيها؟ تمام. هي اشكالها كتيره. ايوه احنا جايبين لكم بس عينه يعني.
اه تمام. ده دي نص كم كمان؟ نص كم بردك منها ب 90 برضو ولا ايه؟ ان شاء الله بأمر. دي برضو نص كم على 90، ركزوا معانا في العروض. اهي دي ب 90 جنيه نص كم برمودا. تسلم ايدك. تمام ماشي. فايبر عندنا بيجامه شورت. بيجامه شورت فايبر. فايبر استنى لي بقى، دي كام؟ بيجامه شورت فايبر يا جماعه، بتبقى الشورت بالقطعه اللي فوق، ودي النهارده ب 65 جنيه بجامه كامله شورت بالقط. تمام هوت شورت بجامه هوت شورت ب 85، حلوه برده. كذا بردك رسمه بكذا شكل. تمام بردك ايه هنوريه لكم. بصوا كده الطقم ب 85 جنيه. ب 65. ب 65 ده انا بغلي عليه. ب 65 معلش اعذروني. واحد بيسمع اسعار كتير قوي. مكة النهارده في مكتب البركه بتضحي ان شاء الله. تمام باذن الله. بصوا الجمال. طب والله حلوه، وحته النهارده ب 65 جنيه تحفه. تسلم ايدك. تمام اشكال بردك كتيره، وفي منها كذا شكل وفي منها كذا رسمه. تمام بصوا كده معانا، اتفرجوا على اخر الفيديو. الله ان شاء تحفة. الله بامر الله عشان عاملين بيجامه كامله ب 65 اخر الفيديو ان شاء الله. ده لسه في بعد دي عروض تاني ب 65 بامر الله. حلو قوي ان شاء الله بامر الله. كل دوت كده دوت ايه؟ بصوا كل ده النهارده ب 65 طقم كامل هوت شورت ب 65 حلو قوي. العروض النهارده ما شاء الله عليها. ده بردك دوت 65. ده كارينا. بصوا كده ده طقم كارينا ب 65 جنيه. 65 يا بلاش والله، 65 جنيه. تمام تسلم ايدك. 65 بردك كارينا. ده كارينا شكل تاني، طقم كارينا اهو يا جماعه بالهوت شورت. افرد لنا لبس اي مقاس. تمام ب 65 جنيه طقم كامل كارينا بالهوت شورت. تسلم ايدك. تمام كل دوت كده 65 حلو قوي. كل دوت بص اللي جاي 65 طقم كامل ب 65 جنيه كارينا يا جماعه. ده عرض لكل متابعين مكه باشكاله المضلع والساده كله ب 65. بصوا الجمال ده كارينا برضو ب 65 جنيه بالبوكسر بتاع الشورت بتاعه ب 65 جنيه حلو قوي ده. تمام تسلم ايدك. الله حلو اللي جاي ده على فكره قوي، ده تحفه. ده برضو ب 65 جنيه، ده الفانيلا بتاعته وده الشورت ب 65 جنيه. تسلم ايدك. تمام فالحقوا احجزوا. فوالله والله الحاجات دي كلها مستورده، كل الحاجات دي كانت شبه الضعف، بس احنا عاملين النهارده ان شاء الله عرض بيفضل يا جماعه عشان يستلموا شتوي، فركزوا معانا في العروض دي. ايه تاني معانا يا رامي؟ ماشي احنا كده اهوت معانا بقى اللي هي الفسكوز. الفسكوزات ده عبايات ولا دريس؟ اللي هي الحاجات الدريسات دريس. الله حلو ده. دي هنعملها بكام؟ دي هتعملها 175. 175 جنيه دي فسكوز على 175. تمام كذا بردك رزمه. تمام اه 175 برضو. تمام ده برضو ب 175. تمام تسلم ايدك. الفسكوز في اللي هي البيجامه بردك اللي هي قطعتين بردك ب 175 بردك. ركزوا معانا في العروض. اه دي بيجامه قطعتين. افرد لنا تبقى نص الحكم طب كده. اه ب 175 جنيه والله حلوه. ب 175 دي في اللبس الشيك على 175 جنيه. تمام منها اللون دوت وفي منها التايجر وفي التايجر بتاعها. تمام في السلوبيتا. السلوبيتا بكام النهارده دي؟ 175 برضه. طب والله انت موحد سعر. 175 بصوا كده عدل لنا بس كده نشوفها. اه ده السلوبيتا وهاف شولدر. بصوا سلوبيتا ب 175 جنيه، حاجه في سكوز اندونيسي محترمه. في الشكل اللبني ده كل ده ب 175 حلوه على فكره، وخروجه او بيتي حلوه تمشي الاثنين. تمام مكملين معاكم في العروض. مكملين معانا عرض بقى على الترنجات النص كم. دي الترنجات نص كم الليكره. تمام كام قبل ما ترميها؟ طب هاخد سعر عليها بس ارفعها لي. بصوا كده دي النهارده ب 125 جنيه، ده شغل لوكس يا جماعه. تمام تسلم ايدك على 125. في ايه تاني معانا؟ معلش احنا مش عارفين نطول معاكم عشان برضك عشان وقت الفيديو بس ما يطولش معاكم والله. انا عارفه عندنا اشكال كتيره جدا جدا. لينك التليجرام عليه الشغل ده. الله بصوا كل ده ب 125 جنيه حلو ده. تمام احنا بناخد لكم لمحات التليجرام يا رامي على الشغل. اه بس هسيب لكم في اول تعليق. ما معلوش الاسعار دي هتلاقي الحاجات بالسعر القديم. تمام كل ده ب 125 جنيه. ب 125 تسلم ايدك. تمام كل دوت ب 125. خدوا سكرين يا جماعه.
كل ده النهارده معانا على 125 جنيه. تسلم ايدك. تمام 125 دوت العرض ب 125 وفي اشكال منهم كتير جدا بس احنا بنفس السعر هنوريكم كل حاجه عشان بردك وقت الفيديو. تمام تسلم ايدك. تمام عرض الفسكوز كل الفسكوز دوت كده اهوت ب 175 175 ده اندونيسي كل ده ب 175 الاندونيسي يا جماعه النص كم على 175 ده بيلبس معانا 3 4 اكس على 175 لان الاندونيسي بيبقى واسع اصلا على 175 ما يكشش دايره. لا ده الاندونيسي ده الاندونيسي يا جماعه ما يكشش معانا. تمام عرض ترنجات في منهم اعداد محدوده. تمام 420 ده رجالي 300 جنيه ده رجالي ب 300 بصوا كل ده على 300 عاملينه 300 جنيه مقاسات برضو اكس واتنين مقاسات بس الاعداد محدوده محدوده كل ده ب 300 كل ده ب 300 جنيه كان اسعاره اغلى من كده يا جماعه كله ب 300 420 460 عاملينه 300 ب 300 جنيه. تسلم ايدك. تمام الجلاليب الفسكوز الكم اللي هي المؤستك. تمام الجلاليب اللي هي الفسكوز الكم ديت. تمام ب 225 دي اللي هي كم ده اندونيسي برضو ولا ايه؟ 225 كل ده على 225 الاندونيسي يا جماعه. الحاج بيقول لي ب 200 بس ب 200 كمان. الحاج بيقول لي ب 200 يا والله العظيم الحاج امير على 200 جنيه والله النهارده اما يضحي بردك مكتب البركه ان شاء الله الفسكوز الكم ب 200 جنيه ب 200 جنيه الكم يا جماعه على 200 تسلم ايدك كل ده ب 200 جنيه كله على 200 الفسكوز تسلم ايدك. تمام في ايه تاني معايا؟ بقى تاني سريعا كده اهوت بردك معاك كمل للسلوبيتات بصوا كده استنى لنا كل دي سلوبيتات النهارده على عروض سلوبيتة. تمام اللي هي الصيفي بصوا كده ده الصيفي على ب 150 ب 150 اي سلوبيتة من دول ب 150 جنيه. نخش على الترنجات سريعا نجيب معانا الترنجات الصيفي. انا عايزه اقول لكم العروض كتير قوي ومعلش طولت عليكم الفيديو ده بس بجد التشكيل حلو والعامل على ايه الجمال ده ايه الجمال ده حلو ده كام النهارده 175 175 جنيه شغل اللوكس اهو يا جماعه على 175 بصوا اللي جاي كملوا لايك وشير بالله عليكم بصوا ده برده على 175 جنيه كل ده ب 175 انا معلش انا معاكوا سريع عشان برده لا تمام عشان يحاولوا يشوفوا اكتر كل ده ب 175 جنيه يشوفوا اكتر. تمام وكله يلبس دبل اكس اللي هو 80 85 تمام بس اللي هو العاجل اللي ما بيبقاش ماسك 80 85 كل ده بصوا كل ده بكام 175 جنيه تمام تشكيل حلو قوي كتيره جدا احنا مش هنقدر بردك نفتح نعرضها كلها عشان وقت الفيديو بس يا جماعه عشان وقت الفيديو ايوه بصوا الجمال كله 175 كل ده على 175 جنيه تلتين حلو قوي ده على 175 تشكيل منه كتير منها بردك الاشكال بتاعت البرمودا اشكال البرمودا بردك اللي هي الليكرا اللي هي المستورده تمام دي الليكرا مستورده برمودا كام النهارده ب 140 جنيه المستورده واللي هي العاديه ب 100 جنيه عشان بس تبقوا عندكم علم بردك كتيره. تمام في منها بردك اكتر من شكل باكتر من رسمه برسومات كتيره قلنا كلها كام يا رامي؟ ب 140 140 جنيه حلوه الحته اللي فاتت دي على 140 شكلها حلو قوي في تشكيل كبير قرب لي بس اعدلها لي كده عشان تبان اهي يا جماعه على 140 مش هنقدر ان احنا عشان وقت الفيديو يا جماعه كل ده ب 140 انتوا عايزين لكم يومين نعرض عشان نكمل جدا. كل ده ب 140 جنيه ده ب 140 تسلم ايدك برموده. تمام تمام دي شتوي عندنا ترنجات شتوي دي خريفي وشتوي حلو قوي كام قبل ما ترميها 210 شتوي يا جماعه على 210 تمام اشكال منه كتير سلوبيتات شتوي تمام بردك عامله 210 210 بردك كذا شكل كل ده ب 210 باشكال كتيره جدا ترنجات وسلوبيتات على 210 ان في عندنا صيف وشتوي واولادي وبناتي وكل حاجه بفضل الله بامر الله عاملين بردك شويه عروض على اللي هي الدرسات تعالى وريني ده بناتي قمر ده توينزات كام طيب قول لي 125 لا امسك لي حته حته ناخد سكرين عليها كده بالله عليك دي ب 125 اي قطعه من دول تمام اشكال منها كتير بصوا كل ده ب 125 كذا رسمه توينزات ب 125 يا جماعه بناتي كل ده خروجه على 125 جنيه تمام تسلم ايدك في اشكال منها تاني في ايه تاني معانا يا رامي العبايات بصوا اهي يا جماعه تشكيل منها حلو قوي الجلاليب اللي هي النص كم ديت في منها اشكال كتيره جدا واسعارها بتبتدي معانا من 110 لحد 145 من 110 ل 145 جنيه كل دوت كده هو الجلاليب نص كم كلها جلاليب كامله يا جماعه بس هو اللي تانيه عشان الشغل كل دوت كده هو الجلاليب تمام
يعني اللي في ايدك دي عامله كام؟ ب 110. 110 والله حلوه، شعيرات حلوه على 110 تمام. والليكرا دي برده كام؟ ديت عامله 175. 175 جنيه. في كذا شكل منها. بصوا كده ركزوا معانا، دي عبايات فراشه كام النهارده دي؟ ب 210. دي ب 210 الفراشه. في منها كذا رسمه. تمام على 210. هي فيسكوز ولا ايه؟ لا كريب. كريب على 210 يا جماعه. حلو قوي دي. بردك شغاله بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك. 10 وبردك في منها كذا رسمه. تمام حلو قوي. في اللي هي السلوبيتا اللي هي الهاف شورت. السلوبيتا دي الشورت. عامله 65 دي. بصوا كده. دي فيسكوز. دي فيسكوز عامله 65 جنيه. 65 في منها حلوه دي. تلبس محيرات برده 65 وعرايس. منها الكحلي. وفيها الكشمير. تمام على 65 جنيه. تمام السلوبيتا ب 65. تسلم ايدك. تمام. في بقى اللي هي عندنا الهوت شورت ده طقم كامل برده. عامل كام ده معانا؟ 110. حلو قوي على 110. كله ب 110 دول؟ كل دوت كدوت الاشكال ديت. كل دول ب 110. طب والبيجامه الكم اللي وراها دي كام؟ ديت عامله اللي هي البنطلون سوري بكام؟ دي عامله 120. 120 طب والله حلو قوي. وفي اللي هي البرمودا ديت اللي عاملينها من 100. دي ب 100 جنيه. وفي ديت عامله 100. ويجيب 100 برضه. وفي اللي هي الكاشات اللي هي الفسكوز ديت عامله 120. دي ب 120 جنيه. وفي الكاشات اللي هي الفسكوز اللي عامله 600. تعال لنا كده بعد اذنك. الشات برضك الفسكوزه اللي هي النص كم اللي هي عامله 160 جنيه. الشكل ده وده ب 160. وفي منها النص كم. والنص كم كل ده ب 160. وفي منها المشابكه. وفي المشابكه حلو قوي. كل ده ب 160. تسلم ايدك. تمام على 160. في عندنا برضو المايوه. هنعمله بكام المايوه؟ ب 190. ب 190 جنيه المايوه النهارده على 190. حلو ده. كذا رسمه وكذا شكل. تمام. ده مايو على 190 بس ده مش غطس ده قطن صح؟ اه على 190 جنيه. تمام بصوا دي برضو عليها عروض. ده شتوي. كام النهارده؟ اه بس هو شتوي. كام النهارده؟ ب 230. 230 بصوا كذا رسمه وكذا شكل. حلوه بس هو برضو يلبس 85. اه تمام قلنا ب 230. 230 تمام. تسلم ايدك على 230. بص اللي جاي برضه كل ده ب 230 جنيه. 230 تسلم ايدك. ده مطرز من ورا وشكله حلو قوي على 230. اشكال برضك كتيره. اه عشان وقت الفيديو بس يا جماعه. كل ده ب 230. 230 وعايز اقول في تشكيل كبير جدا ما جبناهوش هنا برضه. يعني شغل الكلاسيك بقى والشغل العالي هتلاقوه موجود هنا بس عشان وقت الفيديو والشغل ده نازل تليجرام. صح كده؟ تمام. عايز اقول لكم برضو ان عندنا تشكيله شتوي كامله زي ما انتم شايفين. العرايس هتيجي تاخد صيفي وشتوي وبيجامات بيتي وخروج كل حاجه هتاخديها من هنا. العنوان بالتفصيل هينزل لكم في نهايه الفيديو. هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو. لينك التليجرام في اول تعليق. بحبكم في الله واشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. بقى العنوان احنا دلوقتي قدام الشارع الموجود فيه مول تسهيل. انا حاولت اعمل لكم زوم كمان عشان تشوفوا مدخل المول زي ما انتم شايفين. احنا واقفين فين؟ في شارع الجيش في القاهره في العتبه. هقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه اللي انا عملت لكم عليها زوم دلوقتي زي ما انتم شايفين. دي محطه مترو باب الشعريه. بصوا هحاول اوريها لكم كمان. هكون اقرب محطه مترو مترو باب الشعريه زي ما انتم شايفين كده. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد ما هتوصلوا عند قهوه الفردوس يا جماعه. هوريها لكم دلوقتي برضو علامه مميزه ان انتوا توصلوا لها. بصوا دي معانا كده قهوه الفردوس هنا زي ما انتم شايفين اهي. هديكم علامات مميزه مش هتسالوا حد ان شاء الله. اول ما تروحوا المول كده كده سهل في شارع الجيش بره. بصوا على اوله كمان محل اسمه الصفتي للنقل زي ما انتم شايفين ومول تسهيل جوه. ولو جايين كمان من مترو العتبه او من اتجاه بقى شارع الجيش هتيجوا من هنا من الاتجاه اللي انتم شايفينه ده. دخلت الشوازليه درب البرابره الموسك الاول. بصوا ده كوبري الازهر. هتيجوا مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انتم شايفينه ده. وهتفضلوا ماشيين ومكملين لحد قهوه الفردوس زي ما انتم شايفين. سهل العنوان جدا يا جماعه مش صعب خالص. لحد ما هتوصلوا هنا برضو عند الصفتي للنقل وقهوه الفردوس هتدخلوا الشارع اللي بين الاثنين زي ما انتم شايفين. هو اللي قدامنا ده يا جماعه مول تسهيل. المول ده جديد لسه معانا يا جماعه زي ما انتم شايفين. بصوا عملت لكم زوم كمان جبت لكم باب المول من بره. هندي بقى ظهرنا كمان واوريكم المكان من ورا في ظهرنا ايه كمان. بصوا في ظهرنا هنا كمان يا جماعه ده سنتر النهار زي ما انتم شايفين.
بصوا ده في ظهري كمان، انا جبت لكم الاتجاهين بقى اللي جاي من عند مترو باب الشعريه، واللي جاي مترو على عتبه برضو. وفي ظهرنا كمان البرنسيسه فرحه زي ما انتم شايفين، هو يعتبر في وشه على طول. وهناك كمان ده حلواني الحيس، مشهور ومعروف جدا في قلب شارع الجيش كمان. انا اديتكم علامات مميزه بقى لظهري ويميني وشمالي عشان توصلوا من غير ما تسالوا اي حد ان شاء الله. هنعدي مع بعض كده الطريق وندخل معاكم عند مول تسهيل. عدينا كده الطريق زي ما انتم شايفين، على شمالنا قهوه الفردوس، وعلى يمينها كمان الصفتي للنقل اللي انتم شايفينه ده. اول ما هندخل الشارع على طول، اول بوابه شمال تقابلنا ده مول تسهيل اللي انتم شايفينه ده، موجود فيه ان شاء الله جولات كتير هنعملها لكم الفتره الجايه باذن الله. هندخل مع بعض الدور الارضي عند مكتب البركه، لا تطلعوا سلالم ولا اسانسير. المكتب عندنا على ايدكم اليمين في وش السلم على طول، السلم في وشنا والمكتب على طول زي ما انتم شايفين. ده مكتب البركه اللي عملنا منه الجوله، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. بالله عليكم لايك وشير من ايديكم الحلوين، واشوفكم على خير في فيديو جديد.